أما هلأ ميسان رح نترافق مع مساحة جمالية مع الخط العربي يلي يعتبر حامل الهوية الثقافية العربية على مر العصور وله بعد فني، فنراه في اللوحات والزخارف وأيضا الخط العربي هو بطاقة معايدة فينا نتوجه فيها بكل مناسباتنا. لنحكي أكثر عن هالموضوع صباحنا غير لليوم بيرحب بالأستاذ أدهم فادي جعفري أستاذ مادة الخط العربي بمعاهد دمشق. يسعد صباحك وكل عام وأنت بخير أستاذ أدهم. يا صباح الخير. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير يا رب. يعني مثل ما ذكرنا بالبداية إنه الخط العربي له كثير ميزات وخصوصيات وخصوصا بالمناسبات، خصوصا نحن فترة الأعياد يعني فينا نقدم هدية بالخط العربي. يوم خلينا نحكي شوي عن ميزات ذات وخصوصيات الخط العربي. نعم، أول شيء كل عام وأنتم بخير. طبعا الخط العربي هو نزهة بصرية، فهذه النزهة مناسبة للأعياد وللأفراح، فعندما أنا أقدم هدية مكتوبة بالخط عبارة أو آية أو حديث شريف أقدمها كناحية جمالية وأيضا توصل معنى من المعاني، يعني ليست فقط هي شيء جمالي إنما أيضا توصل شيء مناسب للعيد، مناسب للمناسبة، مناسبة زفاف، مناسبة نجاح في شيء في الحياة، فهدية جميلة جدا توصل معنى وتوصل جمالية بصرية. أستاذ أدهم، كيف فينا نوظف الخط العربي بالأمور الجمالية؟ سأذكر شيء لطيف. كان الأستاذ بدوي الديراني رحمه الله وهو خطاط بلاد الشام الأول، كانوا عندما كانوا يذهبون إلى الربوة في النزهة فكانوا يأخذون أدوات الخط ويكتبون هناك الخطوط الجميلة، فعندما يكون الإنسان في راحة نفسية وفي نزهة من النزهات سيكون عنده الخط أجمل ويوظف هذه الجماليات التي يراها في الطبيعة في هذه اللوحة. فالخط العربي هو جمالية منطقية يفهمها كل ناظر إليها متذوق لها، يفهم هذه الجماليات وأيضا تثري هذه الجماليات المعاني في داخل اللوحة من إسراء أخلاقي أو إسراء فيه فكر في هذه العبارات أو الآيات أو الأحاديث الشريفة. يعني شفناك قبل الهوى كنت عم تخط لنا كتابة، شو عم نكتب؟ وخلينا نحكي شوي عن مثلا شو نوع هالكتابة اللي بدأت أنا في أضحى مبارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كتابة بخط الديواني. نعم، خط الديواني من الخطوط الجميلة واللينة التي تقبل التكوين. نعم. طبعا هو قديما كان يكتب في دواوين الدولة على سطر وتكتب به كتابات الدواوين، لكنه كان خط لين وكان يكتب بعرض قلم 2 ملم، لكن بعد ذلك في مصر أستاذ غزلان باشا غير شيء، أخذ من الديوان الجلي إلى الديواني ليعطيه حركة وتكوين، وصار عندنا أيضا توظيف جديد للخط الديواني وهو كتابات الأفراح. الآن بطاقات الأفراح معظمها يكون بالخط الديواني ويدخل معه خطوط أخرى بالنسبة للأسماء، مثلا ممكن تكون بخط ثلث مزين، هذا هو خط الثلث، والله يحب المحسنين، هذا خط ثلث ومزين. نشاهد خط الثلث يمتلئ بالتشكيلات حتى يعطي كتلة متوازنة في الفراغ، السطر الأعلى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني كما قلنا كل لوحة فيها إثراء أخلاقي للمجتمع أو إثراء فكري الناظر إليها يجد جماليات في هذه اللوحة، وهذه الجماليات كما قلنا سابقا هي متحركة، يعني عندما ينظر إلى اللوحة ويبدأ بالقراءة يحرك نظره في
في ثنايا هذه الأحرف الجميلة. نعم. كنا عم نحكي من شوي سادتهم أن المعايدات يعني يمكن تفقد خصوصيتها وجماليتها وتتكون عبر الموبايل، عبر كتابة معايدة نصية وإرسالها عبر المسج. اليوم قديش المعايدة عن طريق كتابة بالخط، بخط اليد والخط والخطوط العربية، قديش بتضفي جمالية وخصوصية أكثر وبتوصل المعايدة بطريقة خاصة وطابع مميز؟ صحيح، يعني هي الحقيقة كما قلت الخط اليدوي فيه روح، وعندما أكتب بيدي أنا أسكب من روحي في هذا الورق. كتابة العادية ليس، يعني لا أقصد أنا فقط الخطاطين الذين يكتبون، إنما كل إنسان يكتب بيده بخط يده، يعني خطاب لصديقه أو رسالة تعطيه شيء من روحه. يعني صحيح الآن يعني من خلال الموبايلات الحديثة أو كتابة على الكمبيوتر الفونتات هذه الجديدة، يعني عندما أكتب أنا بفونت مثلاً تراديشنال عربي وغيري يكتب بنفس نفس هذا الفونت سيعطي نفس النتيجة. أما إذا أمسكت القلم وكتبت أنا ما في روح، أي وهو كتب سيكون شيء كل له بصمة خاصة يعني من روحه. وأيضا في أيضا ظاهرة جميلة الآن، المعايدات أغلب المعايدات هي لوحات خطية، يعني مثل هنا التي نكتبها مثلا أضحى مبارك، يتبادلها الناس بأنواع الخطوط. يعني مثلا يأخذون لوحة مكتوبة بخط الثلث لعيد الأضحى يتبادلونها بإهداءات العيد. أيضا هذا يعني جعل من نشر الخط في بين في المجتمع. يعني استاذ ادهم مثل ما ذكرنا انه كل مناسبه الا شيء معين. بيختلف استخدام الخط بين كل مناسبه واخرى، يعني اذا انا بدي مثل ما مثلا هلا عم نكتب اضحى مبارك، اذا بدنا ناخذ هديه لوحه خط عربي، بيختلف بين كل مناسبه ومناسبه الهديه؟ والله الحقيقة كل خط من الخطوط له شخصية. يعني مثلا لوحة بخط الثلث مثل هنا فيها كتب قيمة، هذا الخط كتابه هذا خط جليل و يعني رسمي فيه من الجزالة والقوة، يعطي المناسبة مناسبة رسمية. أزور مثلا أنا شخص كبير من فكريا أو مسؤول في الدولة، أهديه بهذا الشكل، يعني ستعطي اللوحة هيبة. خطوط أخرى فيها انسيابية، هلا مثلا سوريا تنبض بالحياة سوريا. يمكن هذا الشعار شفناه خلال معرض دمشق الدولي، حمله شعار للمعرض. هنا مثلا توظيف الحجم، حتى يعني كلمة سوريا هي الأساس كحجم وككتلة كتكوين، السين مع الواو والراء والياء والتاء كتلة واحدة. تمام، طبعا هذا الشيء ليس موجود في الكمبيوتر، يعني هذا الارتباط ككتلة غير موجود. الأحرف فيها وصل آلي يوصل بمحارف اتصالات آلية، لا يستشعر الكمبيوتر الكلمة التي يكتبها، إنما الخطاط يستشعر هذه ويعطيها المعنى، يعطيها الحجم، يعطيها ما يناسبها حتى تصل إلى الناظر بالشيء الشكل الذي يريده. اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كيف نقدر نوجه معايدات عبر رسائل عن طريق الخط اليدوي؟ طبعا أول شيء يجب انتقاء العبارة المناسبة. انتقاء العبارة، بعد ذلك توظيف هذه العبارة من خلال الخط. يعني الخط العربي عبر التاريخ أوكل إليه مهمات كثيرة، مثلا كتابة رسمية أو كتابة جمالية في لوحة أو كتابة محاريب أو كتابة على أبنية. فكل وظيفة من الوظائف التي أسندت إلى الخط العربي كان الخط مطوعا لها واستطاع أن يؤديها. فكذلك نفس الشيء في المعايدات، في الهدايا، بعد انتقاء العبارة أنا أجعل هذه العبارة أجمل بخطي، عندما أركز على معاني معينة بخط معين أو بلون أعطيها هذه، أضفي عليها هذه الجماليات.
تصل إلى الناظر بشكل أجمل وتعطي المعنى بشكل أوضح. اليوم شو عم تحاولوا تدخلوا أشياء جديدة للخط العربي يمكن لحتى يكتسب نكهة أخرى أو ممكن فنون أخرى تدخلوها على الخط العربي؟ نعم، كما قلنا قبل قليل الخط العربي مطواع كما اللغة، تستطيع أن تؤدي اللغة العلوم الجديدة، أيضا الخط هو جزء من اللغة، يستطيع أن يؤدي الأشياء الحديثة التي في هذا العصر. يعني نستطيع نحن بتغير الفنون وتجدد الفنون، استطاع الخط أن يؤدي شيء. فالآن في تغيير في شيء، وهو استخدام هذه الأحرف كعناصر جمالية في لوحات. نعم. والملاحظ أن ليس فقط العرب الذين يستخدمونها، حتى الفنانين الغربيين يستخدمون هذه الأحرف كأنها أحجار كريمة تزين اللوحات. لماذا؟ لأن هذا الحرف مدروس عبر تاريخ طويل، أجيال متعاقبة من الخطاطين طوروا هذا الحرف حتى وصل إلى جماليات عالية جدا. يعني كل شكل من هذه الأحرف مدروس كتوازن، ككتلة، كفراغ. فعند استخدامه في لوحة من اللوحات ضمن ألوان، ضمن أشياء، يعطي جمالية خاصة، جمالية، ويرفع مستوى اللوحة. اليوم نحن نشكرك على هالجمالية اللي أضفيتها لصباحنا عبر كلمات نابعة من القلب ومعايدات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نحن نتمنى لك أضحى مبارك وكل عام وأنت بخير أستاذ أدهم. وأنتم بألف خير، أضحى مبارك. شكرا كثير لك وميرسي على هي المعايدة لصباحنا غير، وكل عام وأنت بألف خير يا رب، وطبنا دائما بخير. شكرا كثير لك أستاذ أدهم. أما هلأ أريج رح ننتقل لمادتنا.